فيما يتعلق بهذا المشروع، مشروع إقامة دولة لتكون خنجرا في ظهر تركيا وهذه المنطقة، تحدث عن سوريا وكذلك العراق، هل برأيك سيد مصطفى تتخلى أمريكا عن هذا المشروع تحت الضغط التركي وتحت امتلاك تركيا لأوراق ضغط قوية جدا فيما يتعلق بهذا الأمر، ودخول تركيا لهذا المعترك بشكل كبير خاصة في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ نعم، أعتقد بأن جانب الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة لو تابعنا الأزمات التي أدارتها لا سيما في أفغانستان والعراق وغيرها، نلاحظ أنها تدير الصراع ولا تحل هذا الصراع، لذلك هي تبحث عن يعني مسك خيوط اللعبة كافة. فمن خلال تلك الرؤية التي تقوم عليها الولايات المتحدة، فتقوم بدعم قوات سوريا الديمقراطية من جانب، ولكن بنفس التوقيت أيضا تغمض عينيها عن القصف التركي الذي يتم عبر المسيرات. وبالتالي أعتقد بأن هنالك علاقة وثيقة ما بين الجانبين الأمريكي والتركي بهذا الخصوص، لا سيما في الأطر الأمنية والاستخبارية بخصوص متابعة وملاحقة عناصر PKK الموصوفون إرهابيا حتى في الولايات المتحدة، وبغض النظر عن استخدام الولايات المتحدة لهم في محاربتهم لتنظيم داعش، إلا أنها اليوم مضطرة للتخلي عنهم نظرا لأنهم قد أدوا المهمة بالنسبة لها، وبنفس التوقيت تمردوا على الإرادة الأمريكية، من حيث أن الاستراتيجية الأمريكية اليوم تتطلب قطع وتقليم أظافر إيران في المرحلة الأولى، ومن ثم قطع الطرق الدولية الرابطة ما بين طهران والبحر الأبيض المتوسط. فبالتالي كل المؤشرات تدلل على أن الولايات المتحدة اليوم هي بحاجة ماسة إلى أن يكون هنالك استدامة لهذا الأمن والأمان، وبنفس التوقيت هي لن تتخلى عن شركائها الحقيقيين. هنا تحدث شركاء في حلف الناتو، وتركيا تعتبر أحد أهم الشركاء بخصوص موضوع القوى البرية بالتحديد. وبالتالي الموقف التركي اليوم قوي جدا بهذا الخصوص، ولا يمكن تجاوز الموقف التركي لا غربيا لا أمريكيا ولا غربيا بنفس التوقيت.